رفعت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات على بركة الله تعالى واندفعت المبتدئة المحلية عمر السنتين على مسافة 1200 متر. فئة الانتاج والانطلاق الآن رقم 12 غاشية في المركز الأول مع محاولات الآن أشاهدها في هذه اللحظة للبقية للحاق. سبيز في هذه اللحظة في محاولة للتقدم أيضا 16 كذلك، منفرج المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط أيضا تحاول أن تدخل في هذا الشوط. أربعة الآن دانت رهف من الخارج الآن أشاهد كذلك حزيران، ورقم 20 الآن بدأت تطلع، قمرين الآن في المركز الأول ما شاء الله تبارك الله، الانطلاقة القوية لقمرين في الظهور الأول لقمرين لسمو الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود المنعطف في الأخير بداية الخط المستقيم. قمرين الآن مشاهدينا الكرام بدأت تأخذ زمام المبادرة، والآن الدخول القوي في هذه اللحظات كما تشاهدون الآن مشاهدينا الكرام لرقم 15 على ما يبدو أو رقم 14 في هذه اللحظات. 14 المركز الأول بكل قوة شفلون، المركز الأول ما شاء الله تبارك الله بكل قوة شفلونة لسعد بن عطل القحطاني بعد أن خطفت المركز الأول بكل قوة، والمركز الثاني ذهب لمصلحة رقم 9.